مرمرة سي بارك، باكورة مشروعات شركة بارادايز للتطوير العقاري التركية. يقع مشروع مرمرة سي بارك بمدينة اسطنبول بمنطقة مرمرة على امتداد الساحل الجنوبي لتركيا، التي تتميز بإطلالة ساحرة على بحر مرمرة ومحمية طبيعية من الجهة الخلفية، فضلاً عن موروث تاريخي ذاخر يعود إلى 600 عام. يقع المشروع على إجمالي مساحة 41 ألف متر مربع بعدد إجمالي فيلات تبلغ نحو 135 فيلا، تتناسب مع مختلف أذواق العائلات ومصممة بأحدث المواصفات عالية الجودة، تمتلك جميعها إطلالات بحرية مميزة على بحر مرمرة الخلاب. وتتباين مساحات الفيلات بالمشروع من 386 مترا مربع و551 مترا مربع و772 مترا مربع و1102 متر مربع، ويتم تسليمها لمالكيها تسليم مفتاح كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات كمدخل سيارات وبرك سباحة وحدائق. يتميز مشروع مرمرة سي بارك بوجود خدمات مميزة كحمام سباحة مغلق وساونا وجاكوزي وحمام تركي وجيم سنتر وساحة للعب الأطفال. إنه حقاً المشروع الذي يخاطب وجدانك ويناسبك أنت وعائلتك. يبعد المشروع عن مطار أتاتورك الدولي بنحو 40 دقيقة وميدان تقسيم ب 55 دقيقة، فضلاً عن قربه من جزيرة مرمرة التي تعد أكبر الجزر ببحر مرمرة، وجزيرة أوشا ذات الطبيعة الخلابة بنحو 50 ميلاً بحرياً من الجهة الشرقية. يتميز المشروع بقربه من وسط المدينة والمطاعم والممشى الساحلي والشواطئ الرملية والشواطئ الخاصة بالرجال والسيدات ببضع دقائق، كما يوفر لساكنيه الراحة وحرية الحركة بيسر بفضل تمركزه بالقرب من الأماكن المحورية المحاطة به وقربه من الطريق السريع الذي يجعلك دائماً في قلب مدينة اسطنبول الساحرة.
يمنح مشروع مرمرة سي بارك لقاطنيه الاستقلالية التامة، ويوفر الأمان والاسترخاء بأعلى مستوياته من خلال تزويده بتقنيات فائقة الجودة وبكاميرات مراقبة وحراسة أمنية على مدار الساعة. إن مرمرة سي بارك سيجعلك تعيش في عالمك الخاص. مشروع مرمرة سي بارك أحد مشروعات شركة بارادايس للتطوير العقاري.